راه حنا اليوم 11 في شهر 9 2021. أسأل الله لكم جميعا يا أهل الغربة، أهل مطار أنقاد وجدة المغرب، أسأل الله العظيم أن ييسر أموركم جميعا وتأتون إلى بلدكم الحبيب والعزيز والغالي. آمين، قولوا آمين. كل إنسان مغرب في الغربة، سواء في بلجيكا ولا في فرنسا ولا في هولندا ولا في الطليان ولا في أي مكان في العالم، عنده عذر أو آخر، سواء مادي أو معنوي أو ما عندوش الفلوس أو ما عندوش، أسأل الله أن ييسر أموركم جميعا وتجيو للبلاد ديالكم تاتهما وتفرحوا بالأهل ديالكم والحباب ديالكم. قولوا آمين. أسأل الله لكم السعادة في كل مكان، أسأل الله أن يبعد عنكم كل بأس ويأس وكل حزن. أسأل الله أن يسعدكم في كل مكان، ونحن معكم كذلك وإياكم. ريح حاجة وجود، تحياتي للجميع، السلام عليكم.